بدأت البورصة المصرية أولى خطوات إطلاق أول بورصة للعقود الآجلة المشتقة من الأوراق والأدوات المالية في مصر من خلال تأسيس شركة لتسوية ومقاصة العقود الآجلة. وقال رئيس البورصة محمد فريد أنه يجري تأسيس شركة لتسوية ومقاصة عقود بورصة العقود الآجلة بالتنسيق مع شركة مصر للمقاصة، وذلك بعد موافقة مجلس إدارتي البورصة والمقاصة على إنشائها. كما أن إدارة البورصة تعمل حاليا على تحديد المنهجية ونظم التداول وتصور للعقود، وتبقى الإطار القانوني والنظم والقواعد المكملة.